السلام خويا. معانا احمد توج اليوم باش يحكي لنا على المونجا نتاعو. ايه ايه. دونك احمد توج 26 سنه، عندي شهاده في الماستر فينانس، لكن قررت باش نعمل مونجا. المونجا نتاعي هذه بديتها عندي عامين، عندها توا فهمت كيف يعني في بنزا يعني عملت السورتي نتاعها، فيها 200 صفحه وب 10000، اسمها كريس فيست. يعني قلت ربي وان شاء الله الفوليوم 2 يهبط 6 اشهر اخرين، قلت ربي ان شاء الله. تنجم تعطينا تعرف سبويل على المونجا؟ بون مش سبويل، نجم نعطيك سينوبسيس يعني على شنو تحكي. تحكي المونجا بلوز موان على عالم فيه البشر ولاو يعني يتحكموا في الطاقه الداخليه نتاعهم، ينجموا يتحولوا سايبورغ، يوليو يعني ينجم يدوا تولي روبوت، ينجم يدوا مدفع. وفي العالم هذا فما ديزيكول يعني مدارس تفورميهم باش يوليو في ديكيل تاع محاربين سايبورغ. المشكل اللي البطل كريس هو الوحيد، هو كعبه نادره من الناس اللي ما ينجمش يحول بدنه يعني كمازال انسان عادي. نشوف المونجا بليز موان تحكي كيفاش هو باش يحاول يقاوم الحكايه هذه وكيفاش يتطور مع القصه يعني. باهي، فما حركه معناها قاعد تبيع، الناس قاعدين تقبل على تشري في المونجا التونسيه. فما خبير، فما ديجا احسن من اللي توقعت من بكدا يعني. ديجا اللي توقعت باش نبيعوا في 3 ايام باتوا في نهارين وبالزيت، ومازالوا يعني ناس تبارك الله تجي وتشري والحمد لله فما بيعه. يعني كي نعطيك نسبه بارابور قداش من النسخه، انا نقول لك اكثر من 50% توا وصلت محسوب. سي بيان. تعطينا كلمه على المونجا التونسيه ككل معناها؟ في تونس عندنا ناس موهوبين، عندنا ناس تعمل مونجا، عندنا ناس حتى مش عندنا مونجا برك، عندنا ناس تعمل جيمنج، عندنا ناس تعمل انيماسيون، عندنا ناس تعمل برشا، عندنا برشا مواهب، لكن ما فماش دعم. هذايا خرجته ستار، خرجته بخوخ مويا، عاوني فيه سيد مروان بحفصيه نشكره برشا، خرجناه بوحدنا بفلوسنا سيلف ببلشنج، احنا مشينا للمطبع واحنا نشرنا لازم نفيقوا بلوز موا شويه ديال النشر اللي فما مواهب. ما نحكيش على واحد برك، برشا ناس زادت تعمل مونجا. كيف مستر سيروس عامل ذا نوكس، جا برشا ناس تخدم في المونجا وكل نستحقوا شويه دعم من الدوله. واذا كان حتى من الدوله ولا وزاره الثقافه ولا اي حاجه ولا ديار نشر ما يدعموناش، راه فما ناس تاخذ وراه فما ناس تشري والدليل او كان ديجا بعد بالكدا منها يعني الحمد لله يا ربي وماشي قلت ربي. باهي، اسكو الكوميونيتي هذايا قاعد تعاون فيك ولا لا معنى؟ كيفاش يعني تعاون فيك؟ تعاون فيك بدعم، مش ما نقصدش مادي معناها اي تشجيع فما تشجيع برشا برشا تشجيع الحق، يعطيهم الصحه وقفوا معايا بكدا يعني وشجعوني بكدا، وكان مش تشجيعهم هما يمكن راني ما كملتش زاد. فما برشا ناس يقولوا ان الكوميونيتي هذايا ماشيه وتفسد، انت اسكو في نظرك فما عباد مازالوا يتحسنوا فما؟ والله يا ظلم الكوميونيتي تفسد، مش اذا كان مش تلوم ما تلومش على عباد بيدهم اللي هما فاسدين، تلوم زاد اللي ما حاولوش يصلحوا زاد مشكله مبركه، يصلحوا افعال. انا جو كونسيدير هذيا اذا كان انا مشيت ونجحت مش انا المصلحه اللي انا برك، زاد تكون الهام لبرشا ناس باش يوليو منتجين. السبب الوحيد اللي يخلي الناس بلوز مو يحسبوها كوميونيتي فاسده اللي هي حكايه الوحده، حكايه الناس مستهلكه ما تنتجش، فهمت؟ الناس تحب جوست المستهلكه وحاشاك ينبروا في نفس الوقت، يعني الانسان اللي يخدم ويعمل كل ما يخليهوش لاباس، اما الحكايه ديجا هذيك قاعده تنحى تو، يعرف اللي فما هذيك مجهود فيها. دوكو انا تقول لي انت في كومبيتيتيفز ولا سا ديبون من نظرتك للحاجه اللي ترى فيه ولل انت كيفاش تتعامل مع الكوميونيتي هذيك. اذا كان كوميونيتي تفسد احنا يعني بلوز موان لي زونسيان في الكوميونيتي نحاولوا نصلحوا ونحاولوا نعملوا حاجه باش توري لي احنا في الكوميونيتي ناخذوا نوصلوا يعني نعملوا حاجات كيف الخارج. سيبيا حسب ما نشوف انا قاعد المونجات تقدم، قاعدين نشوفوا في برودوي تحفون كريس فيست 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 سي بيان. بالنسبه للمونجا تحفون معناها احمد توج نشكرك على البرودوي هذا تحفون و زي هذه حاجه يعني من صغير حبيت نخرجها وقلت والله ما نعملها مهما صار. معناها انت في المستقبل اودا نتاع تونس. لا ماكش الدرجه، لا صعيب برشا. أنا نعملوا اللي علينا ومعنا ربي يعني ما حد يروح على اودا ولا شيء. انا عندي حكايه حب لازم نوصلها للناس وتوصل للتحيات الحكايه اللي حبيت نعمله عملته خاطر مش خاطرني سكيلد ولا نعرف نصور ولا خاطرني عندي قصه به، لا لا لا، خاطر واحد حتى قلبه اي عبد يجم يعمل اللي عملته انا اليوم اي عبد يجم يعمل حط شويه قلبه برك.
تنفع تعطي كلمة للكوميونيتي كأحمد توج وكمونجاكا وككل شيء؟ كلمة للكوميونيتي باهي. نحب نقول للكوميونيتي أول حاجة، لو عندنا دي مونجات في تونس، عندنا مونجاكا، عندنا ما تفخروا، افتخروا بالحاجة هذيا، افتخروا اللي احنا عندنا مونجا. ما نحكيش على واحد برك، نحكي على برشا ناس أخرين. عندنا ناس تنتج في تونس أو اقفوا معاهم، مش لازم بالفلوس، حتى بالكلمة الطيبة، حتى بالتشجيع. باقي اقفوا معاهم، خاطر انتوا وقفتكم معاهم هذيك اللي باش تشجعهم باش ناس اخرين تولي ملهمه وتولي تنتج وتولي باهي، والعقليه نرى فيها تتحسن بشوي بشوي، والحمد لله. اوكي، عاشك احمد توج، وان شاء الله في الثاني والثالث والمية ان شاء الله. على فكره كيف ما قلت لك، الثاني راهو في بعد 6 اشهر، مش باش نقعد في وقت كيف هذاك، خاطر تو متشجع وليت اكثر ونحب فيه تنتج وكل، دونك حاجه خفيفه مش تطول الحكايه. اسكو باش يهبط صور انترنت ولا لا كيف ما يعمل ستانيكس؟ والله ما نعرفش، مازلنا مانيش حاطينا في مش مازال مش بروجي، مش محطوط في العين الاعتبار، فما امكانيه في المستقبل ما تو مازال. اوكي، عاشك. سلامه سلامه عاشك.